لوحات ثلاثية الأبعاد امتزجت بين الرسم والنحت المجسد لتروي قصصا تحاكي الموروث الثقافي الأصيل بمناسبة انطلاق الاحتفالات الوطنية برأس السنة الأمازيغية. هذه لوحة بوغنجة لما المطر ما تصبش مدة طويلة كانوا النساء يخرجوا للوادي يديوا أغنجة هذه يغطيوها بمنديل أخضر ويغنيوا بوغنجة ربي وشان غمان. لما جاء الإسلام ولا حررهم ولا يديروا صلاة الاستسقاء. هذه اللوحة هذه تاغوست اون 1967 بريز بار جون غارد فرانسوا. لوحة تعبر عن نساء ذاهبات إلى العرس. هذا المحفل نتاع العروس، هذا كي جابوا العروس، وهذه لوحة طعام العرس. أحمد فنان تشكيلي وظف خبرته الطويلة للتعريف بعادات وتقاليد أمازيغ الأوراس، مستعملا وسائل بسيطة من الطبيعة ليقدمها في لوحات فنية تبهر الناظرين. جات الفكرة من حوض السمك. شفت حوض السمك؟ أنا كنت نتفرج في الحوض تاع السمك، جاتني الفكرة وليت دخلت للعالم هذا تاع العادات والتقاليد هذا، نسترجع الأشياء المرمية في الطبيعة ونعاود نعطي لها صياغة جديدة ونعطي لها الحياة من جديد. الاحتفال بيناير تتجدد فيه الصلة بإرث الأجداد والتعريف به والاعتزاز بالمرجعية الحضارية الأمازيغية المتجذرة في التاريخ الجزائري، كل على طريقته تماما مثل ما يفعل الفنان أحمد.